بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ العزيز احمد الاحظ ما شاء الله هنا رسوم جميله ورائعه ما شاء الله. هذه الرسمه هذه من يرسمها؟ هذه اللي راس من سنه ترسم ما شاء الله ايضا شهر 8/10/88 ما شاء الله رسوم جميله هذه لقارئ قران التعليم القديم يعني جميل كنا هكذا نتعلم القران صدق. وهذه تعبر عن صوره مع المنطقه اللي هي المكان اللي انتم جالسين فيه العيقه جميل اللي هي راس الميل ذي وباقي منطقه العيقه ظاهر جزء منها صدق في اواخر الستينات. وهذه السفينه اللي كانت تبحر 1950 في الخاطر العلوي يدنا نعم هذه من السفن اللي تبحر كان شرق افريقيا والهند والخليج العربي والبصره وخليج عدن والصومال وزنجبار وغيرها نعم ومعها مجموعه من السفن هذه طبعا جايه محمله من البصره وطبعا هين يذروا فيه احنا نقول يذروا او يعني عن الامواج وعن الرياح في خوري رامي لانها عباره عن حوض نعم في مامن وبعيد عن الامواج والرياح جميل. حتى يتم السفر تجهيز للسفر مره اخرى والرحلة للمواني يبيعوا بضائع. جميل. وهذا إيش تحكي؟ هذه حكايات جميلة. هذه استعدادات السفن لما تطلع من من المراسي. من صور. نعم. سواء من الرشة أو مصفية أو من العيجة. ما شاء الله. فهني لأن الخور يكون غير عميق فتطلع السفن خالية. فتجهز هنا في البارة أو في بحر برا يعني في الخليج. نعم. خليج عمان. نعم. أو بحر عمان. اللي هو ميسور البارع نسميها نعم برع المدينة تجهز الأشرعة والصواري نعم جميل تبدأ عاد رحلتك وجهتهين وهذا أيضا من رسوماتك ما شاء الله لا هذه أستاذ ربيع إيه ما شاء الله وهنا شيء رسومات أخرى لك وين هذه أيضا هذه ما شاء الله جميلة الملك عبد الله رسمتها طبعا صورته جميل وهذه النخل وهي قلعة جبرين جميل لكن رسوماتك عن البحر اجمل وهذه ما شاء الله هذه البحر هذه رسمته ايام جونو يوم الليله اللي يعصف في جونو انا رسمته شوف حتى ما اكتملت 2007 يعني 2007. تقريبا وحتى شوف ما اكملت الصوره سبحان لان الله. في خلال العاصفه وخلال هذه ايضا رسمتك هذه من الخشب هذه من قشر الخشب ما شاء الله مناره مناره هذه جميل رسومات جميلة تزين هذا المكان ما شاء الله وإيش تعبر هذه الرسمة؟ أي واحد طفل يلعب على الشاطئ جميل. المواقع البحرية جميل مع البحر وهذه أيضا عنصور هذه؟ لا هذه العيقة إيه هذه؟ أي منطقة من طبعا العيقة إيه هذه ما شاء الله هني الجسر الحين هني يبدأ الجسر هذه صورة جميلة هني بيت النواخذة وهذه عن افريقيا رسم نوبة كذا رسم جميل عن الساحل ما شاء الله رسوم جميلة ورائعة نعم هذا مع المندري هذا انت مجلس الدولة ما شاء الله وهذه السفينة اللي اشتروها من النحل وخلوه من السلطان جميل يوم كان وزير للصحافة ممتاز جميل وبعض الاشياء اللي التحف نعم اللي يقتنيها الزائر ما ابرز المهارات اللي تتقنها؟ وهذه عن بيت بجانب الرسم والنحت ما الذي ايضا تتقنه؟ ايش اتقنه؟ ما يعني نحت سفن والرسم ما شاء الله ولاعب كوره براوي صور براوي صور بعد تعال زين جميل 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 رياضي رياضه الحمد لله الله يوفقك لاعب كوره هذه طبعا